وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة الإسراء والمعراج، إلا فتنة للناس. فتنة. بعض المفسرين قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش أنه رأى ورأى، كذبت قريش، وهناك من ارتد من المسلمين، قلة من المسلمين ارتدت في حادثة الإسراء على فكرة والمعراج، في ناس ارتدوا لأنه ما صدقوش. إنه أبو بكر ببساطة لما قيل له إنه صاحبك صلى الله عليه وسلم يعني بيقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع بليلة واحدة، أبو بكر شو قال لهم؟ شوفوا المنهج، هذا منهج في التفكير. أبو بكر قال لهم، هو قال بعد ما تأكد إنه قال لهم صدق، لأنه إحنا نتكلم عن نبوة وصلة السماء بالأرض، فمستغرب ليش؟ أما إذا المنطق منطق أهل المادة ومنطق الملاحدة يصدق ليش؟ فإذا المنطق إذن منطق من يؤمن بالله الذي خلق الكون والقدير، يعني أنا كيف بدي أؤمن إنه الله قدير وما أؤمنش بهالموضوع؟ أما منطق الملاحدة يتناقض مع هذا. لذلك أبو بكر شو كان؟ بكل منهجية قال، يعني بده يتحقق من صدق الخبر بس، قال بعد ما تحقق انه الرسول قال صدق. طب ماني انا بصدقه في خبر السماء انه بيجي الوحي، ليش بديش اصدقه انه لذلك فتن بعض الناس. الا انه الحقيقة على ما يبدو انه مش المقصود فتنة الناس في ذاك الوقت فقط، بل انه افتتان بعض الناس ببعض ما قيل حول الإسراء والمعراج هي جزء من هذه الفتنة المستمرة إلى يوم القيامة. فإذا يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أمور في المستقبل، هذه الأمور جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتساءل بينه وبين نفسه، إيش الحكمة من هذا؟ رأى مثلا قيام دولة إسرائيل اليوم، رأى من ضمن ما رأى قيام دولة إسرائيل، انتم بتعرفوا انه من ضمن ما رأى، اعطيكم بعض ما رآه الرسول. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، وهذا سبق تحدثنا فيه، خارطة نهرين بعاد ونهرين قراب. لما سأل عن النهرين الباطنين قالوا له هذول نهرين في الجنة، يعني بعد اخروي. لما سأل عن الظاهرين القراب في الصورة قال النيل والفرات، النيل والفرات. ليش رأى النيل والفرات؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عقر دار المسلمين، عقر دار المسلمين، أو عفوا هو قصدي أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال عقر دار المسلمين في الشام، والشام هي من النيل للفرات، هذه عقر الدار إلى يوم القيامة. ولذلك التحدي إذا بتلاحظوا المعاصر وين موجود؟ في عقر الدار. ولأنه موجود في عقر الدار التحدي المعاصر هذا، لن ينتهي الأمر ببقاء اليهود، لأنهم لو هم موجودين في أطراف العالم الإسلامي الناس ممكن تصبر على مرض في الأطراف شكلي في الأطراف، لكن في القلب ما في مجال، ما في مجال. واللي بتشوفوه اليوم هو جزء من الفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى، وبالعكس سورة الإسراء بيّنت إنه بدها تقوم دولة إسرائيل وبدها تزول دولة إسرائيل، هذا من ضمن الرؤى اللي رآها. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت إنه عقر الدار هو من النيل إلى الفرات، هاي اللي ستبقى عقر دار المسلمين إلى يوم القيامة، وإنه سكانها، وإنه الإيمان سيبقى فيها. ألا إن الإيمان إذا ظهرت الفتن في الشام سيبقى فيها الإيمان، ما يسمى بسوريا والأردن ولبنان وفلسطين من النيل إلى الفرات، هذه عقر دار المسلمين إلى يوم القيامة. ولما بتظهر الفتن في الأرض وبنحرف الناس يبقى الإيمان فيها، هذا بشرى.
فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أمور، أثناء رؤيته للأمور بجوز رأى، يعني كان يسر لأشياء ويستاء لأشياء يراها، لأنه يرى الخير ويرى ما يحدث من شر، فيتساءل بينه وبين نفسه، طب هو الله سبحانه وتعالى محيط بالناس، ليش بيحصل هيك؟ خصوصا إذا كان من ضمننا شافنا إذا كان من ضمن ما شافنا وشاف يا أخوي عروش، شاف عروش وشاف قرود تصعد المنابر، وشاف قرود تجلس على العروش، طبعا بده يستاء. طب ما هون بده يجي التساؤل، مش هيك؟ طب ما الله أحاط بنا، ليش بصير هيك؟ ما الأمر بيد الله. فبده يوضح، إذا جت الآية وضحت إنه هذه فتن للناس، لأنه الإنسان في هذه الدنيا مختبر ومبتلى، وإلا في الظروف الصحية كل الناس ملاحوا ما شاء الله عنهم، في الظروف الصحية كل الناس ملاحوا ما شاء الله عنهم، فالمسألة بدها اختبارات وبدها ابتلاءات. إذا هو أحاط بالناس، أحاط، مسيطر عليهم مسيطر. طب شو اللي بيحصل هذا؟ فتنة للناس. انت شو همك؟ انت كمؤمن ايش بهمك؟ عجبا للمؤمن، امره كله له خير، اصابك شر او خير، شر بتصبر، خير بتشكر، خلاص. اذا من ايش يعني انت بدك تستاء؟ من ايش؟ شو يعني؟ شو ناقص عليك؟ ناقصك شر؟ تثاب على الصبر عليه. ناقصك خير؟ تثاب على الصبر على الشكر. ماشي. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وشفت فيها ما شفت من عجائب وكلها مستقبلية، ولذلك هي رؤيا وإن كانت معاينة، وما جعلنا الرؤيا لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات. ومن المعالم على فكرة البارزة في تاريخ البشرية، ومن المعالم البارزة في تاريخ الأمة الإسلامية، ما يحصل من واقع الآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أما ربك محيط بالناس خدش علما وقدرة، وما رأيته من خير وشر فتنة، لأنه كما تعرفون الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير وبالشر فتنة، بالخير وبالشر فتنة، مش بس بالخير، مش بس بالشر.